اتحاد الباحث عن الدكليك عن الانطلاق بقيادة مدربه الجديد القديم ميلود حمدي عوقب في هذه المباراة على مرتين من طرف ضيفه الذي كان ثقيلا جدا شبيبة الثورة، عقبه على مرتين، أولا عند الرديف وألحق به هزيمته الأولى، وعند الأكابر. وبعض من جمهور الاتحاد المشاغب حرم فريقه وحرمنا جميعا من متابعة هذه المباراة التي كانت شيقة جميلة وممتعة، وكانت بدايتها نارية. بدأها أولا بن قويدر المدعو جاي جاي أوكوشا الذي أطنب في الاحتفاظ بالكرة ففوت على يحيى شريف فرصة التسجيل، رد عليه يايا بطريقة جميلة، ولكنه لم يكن محظوظا أبدا في هذه المباراة عكس مباراته السابقة. بعدها حمار وزع كرة لدرفل الذي أساء التعامل معها، وتسديدة شريفي كانت بعيدة مثلما كان الاتحاد بعيدا تماما عن مستواه عكس تيبوتين وزملائه. هذا المدافع القوي شكل رفقة بن قويدر جبهة يمنى نارية على دفاع الاتحاد. أوكوشا أو بن قويدر كان مشاغبا، كان مقلقا لدفاع الاتحاد، وزيمة استدعى كل خبرته لتجنب مرماه تقبل أهداف في هذه المباراة. كودري في هذه الكرة وزع كرة أيضا بعيدة، بعدها أيضا زيري حمار سدد كرة جانبية والرد كان قاسيا من الثورة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بطريقة غريبة. بكاكشي ينطلق المدافع الأيسر في هذه المباراة، ينطلق ويسدد ويسجل ولا يحتفل احتراما لفريقه السابق، هدف السبق لفريقه. بكاكشي سجل أول الأهداف بطريقة غريبة بالنسبة لعناصر الاتحاد، سوء تركيز، سوء تموقع، سوء قراءة للعب من بن يحيى وزملائه، رغم أن عناصر الاتحاد طالبت بخطأ قبل ذلك ارتكب على كودري. الحكم عوينة أعلن نهاية الشوط الأول بتفوق الزوار. في المرحلة الثانية تواصل تيهان الاتحاد رغم هذه المحاولة الأخطر من جانب الاتحاد، تسديدة يايا اصطدمت بالعارضة الأفقية. سوء طالع في هذه المباراة، لاحق يايا وزملائه، وهذه الرأسية أيضا لم تشكل أو التسديدة لم تشكل خطرا على دفاع ومرمى الثورة التي اعتمدت على الهجمات المعاكسة المرتدة السريعة وكادت تؤتي بثمار وبأهداف أخرى لولا تسرع جليط في الكثير من المرات. الهدف هو الثاني في المباراة بطريقة مباغتة جدا، باغتت حتى مصورنا حاجي، وبذلك فوز أول خارج الديار الثورة وثاني انهزام الاتحاد على القواعد. أول فوز خارج الديار كما يقول لك عندنا عقدة خارج الديار، أنا ما شكيتش عندنا عقدة اليوم كالاري سيث ربحنا وفيليزما، نظن أن هذا هو أكبر كما يقول لك رد على المشككين اللي يقولوا بلي فريق الثورة غير داخل الديار باش تربح فريق اتحاد العاصمة وسط أرضية ميدانة ماشي حاجة سهلة، وكما يقول لك هذا الفوز ما غاديش يغرنا باش نكملوا كما يقول لك في لا ديناميكية نتاع لي ريزيلتا بوزيتيف. On a été aidé par l'arbitre mais c'est comme ça, on a manqué d'efficacité devant le but. Et maintenant, le message que j'ai à dire à tous ceux qui aiment ce club, c'est qu'ils peuvent compter sur moi et sur tout le monde pour ne pas baisser les bras et continuer à travailler. Et c'est comme ça, c'est le football. Des fois, il y a des bons côtés, des fois, il y a des mauvais côtés. Et c'est dans les mauvais côtés qu'on montre si on est solide, si on est fort, et c'est ce qu'on va montrer à tout le monde.